يا مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، برحب بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. النهارده اكيد عندنا اخبار كتير عن النادي الاهلي، لكن خلينا في البدايه طبعا لازم نطمن كل جمهورنا على صحه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، واللي اجرى امبارح جراحه ناجحه الحمد لله في المانيا. الفريق الطبي كمان اللي اجرى الجراحه دي قال ان كابتن محمود الخطيب هيستمر في المستشفى لمده 10 ايام وبعديها ان شاء الله يقدر ان هو يخرج. كمان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال ان صحه كابتن محمود الخطيب اتحسنت بعد الجراحة، وكمان قال ان الفريق الطبي هو اللي هيحدد ميعاد رجوعه مرة تانية للقاهرة بالسلامة ان شاء الله. طبعا الف سلامة على اسطورة الكرة المصرية والنادي الاهلي كابتن محمود الخطيب. كمان عندنا النهاردة فريقنا سافر خلاص دبي عشان يقابل الوصل الاماراتي بعد بكرة ان شاء الله يوم الخميس في اياب دور ال 16 للبطولة العربية او كاس زايد للاندية الابطال. الفريق دلوقتي في حالة تركيز شديدة جدا عشان خاطر يحقق طبعا الفوز ويتأهل لربع النهائي بعد ما تعادل في لقاء الذهاب 2-2 على ملعب برج العرب. كمان كارتيرون قال ان هو واثق جدا في مواصلة الدعم الجماهيري للنادي الاهلي في المرحله دي. طبعا هنكون معاك وهنقل لكم كل اخبار وكواليس بعثة النادي الاهلي المتواجده دلوقتي في دبي من خلال مراسلنا كريم احمد. كمان هنتكلم في كل ده واكتر، ويكون ضيفنا النهارده هو الاستاذ خالد عامر الناقد الرياضي والصحفي في موقع جريده عسل الاسبانيه. والبدايه دايما بتكون باهم عناوين حلقتنا. بعثة الأهلي في الإمارات استعداد لمواجهة الوصل. الفريق الأول يخوض أول مران له في دبي الليلة. كارتيرون جاهزون لمباراة الوصل واثق في دعم الجماهير. محمد يوسف مباراة الوصل مهمة ولا بديل عن الفوز. السيد عبد الحفيظ يسابق الزمن لهيكلة قطاع الكرة. الكاف يقرر إيقاف حكم مباراة الترجي وأول أغسطس. تقارير إنجليزية تؤكد رحيل النني من الأرسنال في يناير القادم. البداية دلوقتي طبعا هتكون بأهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الجرائد. الأخبار اليوم، الأهلي يطير للإمارات لمواجهة الوصل في خميس المصير، جراحة ناجحة للخطيب وكارتيرون يطالب بالتعويض في العرض. الأهرام، الأهلي يخوض النيران الرئيسي اليوم في دبي استعدادا لمواجهة الوصل على كأس زايد. كارتيرون يدفع بأزار ووليد ومحارب، ويوسف يحذر والحاوي وسعد يطالبان زملائهم بالفوز. الجمهورية، يتدرب اليوم في دبي الأهلي في رحلة الإنقاذ، أزارو يقود الهجوم أمام الوصل. الأخبار المساء، الأحمر في دبي لمواجهة الوصل. الشروق، الأهلي في الإمارات اليوم استعدادا لمواجهة الوصل، الإطمئنان على صحة الخطيب واجتماعات متواصلة لعبد الحفيظ لهيكلة قطاع الكرة. كارتيرون يطالب لاعبيه بمصالحة الجماهير وجاهزية محارب وكوليبالي. الأهرام، الوصل الإماراتي يحشد قواه لاستثمار نتيجة لقاء الذهاب، وطاقم تحكيم مغربي يدير المباراة. الاتحاد الإماراتي الإمبراطوري يكثف التحضير لاستكمال رحلة اسكندرية. نروح معاكم لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت في الجرايد من امبارح لحد النهارده عن النادي الاهلي. هنبتديها معاكم من الاهرام. الاهرام قالت ان كثف الجهاز الفني من جلساته مع لاعبيه لانتشالهم نفسيا من خساره لقب دوري ابطال افريقيا بعد الهزيمه من الترجي التونسي بثلاث اهداف نظيفه في مواجهه راجدس، واللي فجرت طبعا نيران الغضب جوه القلعه الحمراء. عقد الثنائي سعد سمير ووليد سليمان جلسه مع زملائهم خلال الساعات الماضيه،
وحاولوا لفت أنظارهم إلى أن النادي الأهلي هو فريق بطولات وجماهيره لا ترضى إلا بالبطولة، وعشان كده يجب تحقيق الفوز على الوصل الإماراتي في عقر داره والتأهل لدور الثمانية لكأس زايد للأندية الأبطال. برضو الأهرام قالت أن بدأ أمس بمقر نادي الوصل طرح تذاكر المباراة للبيع، حيتم تخصيص حوالي 2300 تذكرة بس لجمهور النادي الأهلي من أبناء الجالية المصرية، وهي ما تمثل نسبة 25% من سعة استاد زعبيل الذي يتسع لحوالي 9000 متفرج فقط. ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضور جماهيري مكثف نتيجة رغبة أبناء الجالية المصرية في مساندة الأهلي، علاوة طبعا على أن الوصل من الأندية اللي ليها شعبية بالغة في الإمارات وجماهيره من الأندية طبعا اللي ليها حضور كبير جدا وليها رابطة جماهير وبتسمى بألترس وصلاوي. كمان جريدة الاتحاد الإماراتية قالت أن بدأ الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوصل الإماراتي استعداده لمواجهة ضيفه نادي الأهلي المصري بعد غد بعد إياب دور ال 16 لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال في اللقاء اللي بيحتضنه استاد زعبيل الساعة 7:30 مساء، حيث يأمل الإمبراطور أنه يتأهل للدور ربع النهائي ويواصل المسيرة مدافعا عن كرة القدم الإماراتية في البطولة التي تحمل الاسم الغالي والعزيز على قلوب الجميع. يأمل الجهاز الفني في أن ينجح الفريق في استكمال مسيرته الناجحة في البطولة العربية ويتم خطوته التي بدأها من الإسكندرية على بعد ما يزيد 3300 كيلومتر وتحديدا من استاد برج العرب، حيث يقيم لقاء الذهاب بين الفريقين والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 برغم أن الفوز كان هو الأقرب لمصلحة الإمبراطور لولا هدف التعادل الذي أحرزه أصحاب الأرض عبر الدوري مصر مروان محسن في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، فأول مواجهة للفريق في البطولة تحت قيادة العبدولي. من أخبار الجرايد عن النادي الأهلي وكمان عن اللقاء الهامه المرتقب قصاد الوصل الإماراتي يوم الخميس القادم في دور 16 من البطولة العربية، نروح لأهم العناوين اللي اتقالت عن النادي الأهلي لكن على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: بعثة الأهلي تصل الإمارات لمواجهة الوصل. الموقع الرسمي للنادي الأهلي كارتيرون: شاهدت ملخصا لأكثر من 10 مباريات للوصل وجاهزون لمباراة المعودة. يلا كورة، مدرب الأهلي: مباراة الوصل مهمة ولا بديل عن الفوز. في الجول: كارتيرون أثق في استمرار دعم الجماهير للأهلي. الشروق: الأهلي يخوض أول تدريباته في الإمارات اليوم. اليوم السابع: الأهلي يفاضل بين ندفد وتوفيق لحل أزمة الجبهة اليمنى أمام الوفد. الوفد تدريبات خاصة لمستبعدي الأهلي من مواجهة الوصل الإماراتي. الأهلي.com: الوصل الإماراتي الأهلي أهلي رغم الغيابات ونتذكر ريمونتادا برشلونة. البوابة: سيد عبد الحفيظ يسابق الزمن بهيكلة قطاع الكرة. تعالوا سريعا مع بعض نروح لأهم تفاصيل المنشطات اللي استعرضناها دلوقتي مع حضراتكم عن النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت. هنبتدي من الموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي وصلت من شوية الإمارات لمواجهة فريق الوصل الإماراتي بعد بكرة يوم الخميس في إياب دور 16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب. كانت بعثة النادي الأهلي سابت القاهرة النهاردة الصبح برئاسة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي، وضمت 20 لاعب هم الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي، سعد سمير، سليف كوليبالي، أيمن أشرف، صبري رحيل، أحمد علاء، أكرم توفيق، كريم ندفد، حسام عاشور، هشام محمد، وليد سليمان، ناصر ماهر، إسلام محارب، محمد شريف، أحمد الشيخ، أحمد حمودي، مروان محسن، صلاح محسن، وهيلحق وليد أزارو بالبعثة بكرة. توجهت البعثة أول ما وصلت الإمارات لفندق الإقامة
عشان اللعيبة ياخدوا راحتهم قبل ما يخوضوا أول تمرين ليهم على ملعب الوصل مساء اليوم إن شاء الله. كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي قال إن هو شاف ملخص لأكثر من 10 مباريات لفريق الوصل الإماراتي بالإضافة لمشاهدة مباريات الفريقين اللي أقيمت على استاد برج العرب في اسكندرية وانتهت بالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين 2-2. المدير الفني أكد إن هو بيدور على الفوز على بطل الإمارات وتخطي دور ال 16 في كأس زايد للأندية أبطال العرب عشان يستكمل الفريق مشواره في البطولة. وشدد كارتيرون على احترامه للوصل الإماراتي ورغبته وطموحه المشروع في البطولة، وقال كمان إن النادي الأهلي قصاده أهداف بيسعى إن هو يحققها في الفترة اللي جاية ومن بينها أكيد بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب. كمان موقع يلا كورة قال إن محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول والقائم بأعمال مدير الكورة في النادي الأهلي قال إن مواجهة الوصل الإماراتي مهمة جدا. يوسف كمان قال إن النادي الأهلي لا بديل أمامه سوى الفوز والتأهل لدور الثمانية، خصوصا طبعا بعد الظروف الصعبة اللي مر بها النادي الأهلي بعد ما خسر اللقب الأفريقي قصاد الترجي التونسي. كمان قال محمد يوسف إن الجهاز الفني واللعيبة كمان عندهم رغبة كبيرة جدا وإصرار كبير على تحقيق نتيجة إيجابية تضمن ليهم إن هم يتأهلوا لدور الثمانية. وقال كمان محمد يوسف إن النادي الأهلي بيحترم الوصل بشدة باعتباره من الفرق القوية اللي بتمتلك العديد من العناصر المميزة، لكن في نفس الوقت النادي الأهلي بيلعب دايما عشان يفوز مهما بلغت قوة المباراة وحجم المنافس. كمان موقع في الجول كتب ان الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب النادي الاهلي بيثق في دعم الجمهور لفريقه خلال المرحله اللي جايه برغم خساره النادي الاهلي منذ ايام لنهائي دوري ابطال افريقيا. كارتيرون كمان قال في تصريحات لي النهارده الفتره اللي جايه محتاجه للتركيز، وهو كمان قال انه يعرف كويس قوي ان الجمهور هيفضل مساند وداعم للنادي الاهلي عشان يتوجوا بالبطولات، وهو كمان قال انه هيبذل قصارى جهده عشان يسعد الجمهور، وكمان قال ان هو هيعمل على تحمل وتجاوز ضغط المباريات في ظل وجود اهداف ثابته يسعى ان هو يحققها. موقع شروق كمان قال ان الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بيخوض الساعة 7:30 مساء النهاردة تمرينه الأول في الإمارات استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي يوم الخميس اللي جاي في إياب دور ال 16 في بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب. ويخوض النادي الأهلي تمرينه الأول مساء اليوم يوم الثلاثاء على ملعب نادي الوصل الإماراتي في نفس توقيت المباراة على أن يخوض ميرانو الثاني غدا الأربعاء على استاد زعبيل، ولا يقام عليه اللقاء بإذن الله. اليوم السابع كمان اتكلم وقال ان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي بيدرس اجراء تغييرات في تشكيل الفريق خلال مواجهه الوصل الاماراتي، حيث يرغب المدرب الفرنسي انه يلعب باكثر من لاعب لم يحصل على فرصته بشكل جيد خلال الفتره اللي فاتت. وبيدرس المدرب الفرنسي بجديه الدفع ببعض لاعبي الدكه خلال لقاء الوصل، وهو ما سيتحدد خلال اليومين المقبلين. كارتيرون بيفاضل ما بين أكرم توفيق وكريم نادبد للدفع بواحد فيهم في الجبهة اليمنى عشان يعوضوا غياب الثنائي المصاب أحمد فتحي ومحمد هاني، خصوصا طبعا وأن باسم علي الظهير الأيمن الثالث في الفريق غير مقيد في القائمة العربية. كمان الوفد قالت ان خاض لعيبه الفريق الاول لكره القدم في نادي الاهلي الغايبين عن مباراه الوصل الاماراتي تدريباتهم النهارده الساعه 9 الصبح على ملعب مختار التتش في الجزيره. قاد التمرين طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، حسين عبد الدايم مساعد مدرب الاحمال، وشهد الميران جانب من التدريبات البدنيه في الجيم وتدريبات الكوره في الملعب ومشاركه كل اللعيبه في التمرين اللي استمر لمده 90 دقيقه. كمان موقع الاهلي دوت كوم نقل تصريح لاحمد البلوشي مدير المركز الاعلامي في نادي الوصل الاماراتي اللي قال ان ناديه على اتم استعداد لاستقبال بعثه النادي الاهلي، وقال كمان ان نتيجه مباراه الذهاب اللي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق غير مطمئنه بالمره. بلوشي كمان قال ان المباراه جماهيريه ما بين ناديين كبيرين من افضل الفرق في الوطن العربي، وقال كمان في تصريحاته واكد ان مواجهه الاهلي ليست بالسهله برغم التعادل ذهابا في برج العرب بهدفين لكل فريق، وقال كمان ان نتيجه مباراه الذهاب ليست مريحه لمنتدى برشلونه امام باريس سان جيرمان مثال كبير على عدم الاطمئنان لنتيجه الذهاب.
هنكون اكيد حذرين من النادي الاهلي. فالاهلي اهلي برغم الغيابات بعد خساره دوري ابطال افريقيا هيكون اكيد في هدف ورغبه كبيره جدا عند النادي الاهلي ان هم يعوضوا الخساره، وبنتمنى الفوز لفريقنا بالتاكيد. دي كانت تصريحات المتحدث الاعلامي لنادي الوصل الاماراتي. كمان موقع البوابة بيقول ان سيد عبد الحفيظ المكلف من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي ان هو يتابع ملف كرة القدم بيعكف خلال فترة غياب كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي متواجد دلوقتي في ألمانيا للعلاج على دراسة الهيكلة المرتقبة جوه القطاع لتقديم تقرير كامل وعرضه على كابتن محمود الخطيب خلال الأيام اللي جاية. فمن ساعة ما أصدر قرار التكليف كابتن محمود الخطيب مساء يوم السبت حرص كابتن سيد عبد الحفيظ أنه يدرس كل الملفات المتعلقة بقطاع الكرة بعد حل لجنة الكرة بعضوية عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي السابق وعلاء عبد الصادق وحسام غالي المنسق العام. طبعا بنتمنى كل التوفيق أكيد لكابتن سيد عبد الحفيظ في مهمته. دلوقتي هنطلع سريعا لفاصل ونرجع معاكم مرة تانية، خليكم معنا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في الكلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره اهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج، وهنبتديها باهم العناوين. اليوم السابع عمرو طارق التعامل مع اجيري اسهل من كوبر. جريده الوطن عامر حسين يلجا لابو ريدة لانقاذ الدوري من وديات اجيري. الشروق مهمة جديدة للمدير الفني لاتحاد الكرة. جريدة الأهرام المنتخب الأولمبي ينتظر 10 مباريات استعدادا لأمم أفريقيا 2019. الوطن سبورت اتحاد الكرة يدرس تنظيم دورة ودية للمنتخب الأولمبي في القاهرة. الفجر المنتخب الأولمبي يقترب من مواجهتين أوروبيتين. الوفد شوقي غريب مهمتي تدعيم المنتخب الأول ومكاسب بالجملة من وديتي تونس. جريدة الأهرام المسائي وهبة مديرا فنيا للإسماعيلي خلال أيام اتفاق سري بين فييرا وإبراهيم عثمان على فك الارتباط. اليوم السابع تجمعات لمدة 48 ساعة للاعبي المنتخب الأولمبي في يناير وفبراير. جريدة الأهرام الإصابات تطارد الإسماعيلي قبل مواجهة الإنتاج والحضري يعتذر. جريدة الشروق لاعب توتنهام السابق صلاح أهم عنصر في ليفربول. بن عطية الفرعون يستحق التتويج بجائزة الأفضل في أفريقيا ونفخر بالتنافس على الجائزة. الوطن سبورت لاعب ليفربول السابق هدف صلاح في تونس أعاد التألق ولس قلقا عليهم. الشروق مارور أنني يرحل عن الأرسنال في يناير لتمويل صفقة لاعب ياريال. الشروق بيتو تريزيجي يعود لقاسم باشا بعد عقد قرنه. الوفد رسميا إيقاف حكم مباراة الترجي وأول أغسطس وإحالته للتحقيق. سكاي نيوز ريال مدريد وجد ضالته في نادي رونالدو القديم. أهس الأسباني المدير الفني للأرجنتين كنت أتمنى تدريب ميسي. سبورت 360 الكشف عن تفاصيل عرض ميلان للتعاقد مع إبراهيموفيتش.
نروح معاكم سريعا لأهم تفاصيل المنشطات اللي استعرضناها مع حضراتكم دلوقتي، ونبتدي مع الأخبار وتفاصيل الأخبار المحلية من اليوم السابع. اليوم السابع قال إن أشاد عمرو طارق لاعب أورلاندو سيري الأمريكي المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الحالي، وأكد إن هو بيتمتع بشخصية جريئة بدليل الدفع بمحمد محمود لاعب وادي دجلة في توقيت صعب في مباراة مصر وتونس في تصفيات أمم أفريقيا، واللي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3-2. كمان قال عمرو طارق ان التعامل مع اجاري اسهل بكتير من المدير الفني السابق للفراعنه الارجنتيني هكتور كوبر، وقال كمان ان اجاري بعيدا عن كلام الميديا مما طبعا يجعله يتخذ قراراته بحريه بخلاف ان كوبر كان قليل الكلام بطبعه. وقال كمان لاعب اورلاندو سيتي الامريكي انه كان بمثابه ضيف شرف في المنتخب الوطني قبل كاس العالم 2018، وقال كمان ان ارتداء قميص الفراعنه شرف لاي لاعب. وعن امكانيه الرجوع مره ثانيه للدوري المصري اكد عمرو طارق ان هو بيامل في استكمال مسيرته الاحترافيه، واتمنى ان يكون وجوده في الدوري الامريكي مجرد خطوه للاحتراف في الدوري الانجليزي. كل التوفيق اكيد للاعب. كمان الشروق قالت كلف مجلس اداره اتحاد الكوره محمود سعد مدير الاتحاد بتجهيز تقرير شامل عن دوري القسم الثاني من الموسم اللي جاي وخوضه بمجموعة واحدة أو استمراره على شكله الحالي بمجموعتين. من المنتظر أن يقدم سعد تقرير حول دوريات الشباب وكيفية تطويرها في الفترة اللي جاية، والتي سيتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس اتحاد الكرة المقرر إن شاء الله يوم 4 ديسمبر اللي جاي. وبالنسبة للمدربين هيقدم محمود سعد تصور حول تطوير ترخيص المدربين للتماشي مع الاتحاد الدولي الفيفا والاتحاد الافريقي الكاف. كمان الوطن سبورت قالت ان بيدرس مجلس اداره اتحاد الكره تنظيم دوره وديه دوليه للمنتخب الاولمبي في القاهره خلال الفتره اللي جايه بمشاركه عدد من المنتخبات الافريقيه. بيامل اتحاد الكره ان هو يحط برنامج اعداد قوي للفريق استعدادا لبطوله امم افريقيا تحت 23 سنه واللي بتقام في مصر في نهايه العام المقبل، والمؤهله اكيد لاولمبياد طوكيو القادمه. كمان الفجر قالت ان اقترب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني بوريدة من انهاء الاتفاق مع عدد من الاتحادات الاوروبية لتوفير لقاءين وديين امام المنتخب الاولمبي خلال شهر مارس اللي جاي، وبيعتبر المنتخبين المحطوطين في الخطة دلوقتي المنتخب الاسباني والمنتخب الهولندي، واقترب المنتخبان اللي هيواجههم ان شاء الله المنتخب الوطني الاولمبي وديا بعد ترحيبهم خوض المباريات في الأراضي الأسبانية. وبيستعد المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني لنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في القاهرة في أواخر العام المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. كمان الوفد قال أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قال ان الفريق بيسير بمعدلات ونظام وبرنامج محطوط كويس قوي عشان وده اللي قدمه طبعا مجلس اداره اتحاد الكوره بعد ما تم تعيينه في مارس الماضي، والبرنامج ده تم تنفيذه بنسبه 100% وعن التعاون مع الجهاز الفني للمنتخب الاول. قال هكون اسعد انسان لو انضم لاعب من المنتخب الاولمبي للمنتخب الاول، مهمتي تحقيق هدفين اولهم التاهل لاولمبياد 2020، واثق اننا هنحقق النتائج كويسه جدا ان شاء الله في التصفيات. الهدف الثاني اكيد تطعيم المنتخب الاول بعدد من اللعيبه واستمراريه هذا الجيل اللي هيكون 75% من قوام المنتخب الاول في مونديال 2022 باذن الله. كمان اليوم السابع قال ان قرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي اقامه تجمعات لمده 48 ساعه للعيبه المنتخب الاولمبي خلال شهر يناير وفبراير اللي جايين تعويضا عن عدم وجود توقفات دوليه طوال الفتره اللي جايه لحد مارس 2019. بيضم شوقي غريب في هذه التجمعات لاعبي المنتخب الاولمبي واللي بيشاركوا في دوري مواليد 97 وبرده اللي بيشاركوا في الدوري ممتاز لكن بصفه غير اساسيه حفاظا على استقرار مسابقة الدوري العام. كمان الوطن سبورت قالت ان يرى جون ادريدج لاعب ليفربول السابق ان المصري محمد صلاح
رجع لمستواه المعتاد من خلال ظهوره بشكل مميز في المباريات الأخيرة وأخرها قصاد تونس في تصفيات أفريقيا. وأكد كمان أن صلاح بدأ يرجع تدريجيا لمستواه اللي تعود عليه الجماهير في الموسم اللي فات، وخصوصا طبعا بعد إحرازه هدف الفوز في الدقائق الأخيرة قصاد تونس في تصفيات أمم أفريقيا. وقال كمان لاعب ريس السابق أنه ليس قلقا حاليا على صلاح اللي بيعتبر أخطر عناصر هجوم ريتس، بل قلق على مستوى روبرتو فيرمينو أحد أضلاع المثلث الهجومي بعد المستوى المتواضع واللي ظهر به في المباريات الأخيرة. وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف كابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الوطني الاولمبي. مساء الفل على حضرتك يا كابتن شوقي. اهلا بك. منورنا في قناه النادي الاهلي اكيد، والف مبروك طبعا لحضرتك على النتائج الطيبه اللي بتقدمها مع المنتخب الاولمبي. وعايز اعرف من حضرتك ان شاء الله خطتك ايه للمرحله القادمه مع المنتخب الاولمبي اللي احنا شايفينه كمان بيطلع عناصر مهمه جدا للمنتخب الوطني الاول. الأول يعني كل سنة طيبين طبعا. كل سنة وحضرتك طيب وبخير وبألف صحة وسلامة. طبعا وشعب مصر كله والناس كلها. نتمنى للكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي الشفاء العاجل والاطمئنان عليه دايما. إن شاء الله يا رب. دي أهم حاجة. بالنسبة للمنتخب الحمد لله يعني إحنا يمكن وصلنا في مرحلة ختام إعداد سنة 2018. طبقا للبرنامج الموضوع المعتمد من مجلس اداره الاتحاد. صحيح. واللي كان فيه انه احنا بدانا من شهر 3 2018 حتى نوفمبر 2018. دول كانوا خمس تجمعات كلهم في الاجنده الدوليه اللي مسموح بيهم باستخدام لاعيبه دوليين او لاعيبه محترفين او لاعيبه في الدوري المصري. بدانا نلعب فيهم 10 مباريات. كانت المحصله في النهايه ان احنا كسبنا، اتغلبنا مباراة واحدة وتعادلنا في ثلاث مباريات وكسبنا ست مباريات. صحيح. فالحمد لله يعني أنا شايفة إنها نتائج كويسة. جدا أكيد. 15 جون أنا شايفة برضه نسبة تهديف عالية. الحمد لله ده في داخل فيها زي سبع أهداف يعني برضه المفروض نقللها شوية عن كده في المباريات، لكن معظم المباريات تقريبا يمكن باستثناء مباراة واحدة ولا حاجة كان كلهم فيها تهديف. وفي اعراض اهداف وفي نديه فالحمد لله، ومع مدارس كرويه كلها مختلفه يعني. صحيح. لعبنا مع فرق من اسيا، لعبنا مع فرق من اوروبا، لعبنا مع فرق من افريقيا، لعبنا مع شمال افريقيا اللي دايما احنا كنا في السوابق ما بنرضاش نلعب مع شمال افريقيا للحساسات اللي موجوده والضغط اللي موجود بيبقى على الجانب المصري في المباريات دي بالذات، كانت تونس، الجزائر، المغرب. فالحمد لله ان احنا بنكسر الحده في المواضيع دي. اكيد. كنا بنبعد عنهم، ولما بنيجي ساعه المؤسسات الرسميه بنفاجئ بمستوى احنا ما شفناهوش قبل كده. الحمد لله ان احنا حاطين ايدينا على كل حاجه. صحيح. كابتن شوقي غريب، بالنسبه للتعاون مع اجيري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الاول، ازاي بيكون في تعاون بين المنتخب الاولمبي والمنتخب الوطني، وازاي المنتخب الاولمبي بيفرز لعيبه وعناصر مهمه ان شاء الله تكون 75% زي ما حضرتك اتكلمت وقلت من قوام الفريق او قوام المنتخب باذن الله في المونديال القادم؟ شوف حضرتك، هو من اول يوم جه في مصر اجيري، وكان في طبعا مونسيال بوليدا كان معايا، يبقى في عقد اجتماع مع مصر اجيري بجهاز معاهم كله بالكامل. قعدنا مع بعض وقعدنا فتره طويله ناقشنا في طرق اللعب، ناقشنا في احتياجات المنتخب الاول، ناقشنا في طرق التدريب، كان في حاجات عاقد طبعا هو كان يرغب ان يحضر التدريبات عندنا وانا اروح اشوف التدريبات هناك. طبعا هي عقد لان احنا الاثنين بنبقى في الاجنده الدوليه في ميعاد واحد. هي دي بس الحاجه الوحيده، لكن اتناقشنا في كل حاجه بالنسبه للمنتخب. برضه قال لي على بعض اللعيبه اللي هو حاططهم في منظر او تحت رؤيته بعد ما شاهد مباريات. الحمد لله هو ماشيين بحاجه. المنتخب الاول بيلعب ماتشات رسميه، احنا بنلعب ماتشات روتينيه، ماتشات روتينيه للاعداد. طبعا هو له الاهميه المنتخب الاول طبعا. اللعيبه كلها تبقى موجوده، يمكن لاول مره ان يبقى عدد اللعيبه الدوليين اللي بيشاركوا بصفه بقى. انا عايز اقول ايه، مش مجرد ان انا اروح المنتخب الاول،
اروح ويبقى لي دور صحيح العب. صحيح. يمكن الماتش الاخير اشتراك ثلاث لعيبه في مباراه تونس في الوقت اللي كانت فيه النتيجه 2-2، دي جرأه من مستر اجيلي بصراحه انا بقولها اكيد، وده جرأه منه انه يشرك ثلاثه لعيبه ومصر تفوز، وده حاجه جميله جدا الفوز. الحاجه الثانيه في انك عناصر ثانيه زي رمضان صبري وزي محمد فضل، يعني في خمس عناصر اعتبرهم دول صفه اساسيه مع المنتخب الاول، دول بيمثلوا اكثر من تقريبا ربع التيم، فده حاجه انا بعتبرها حاجه كويسه جدا للمنتخب الاولمبي ان احنا خلال الفتره الاخيره يكون عندك افراد لهذا العدد، وفي لعيبه ثانيه هو حاطط يعني رؤيته لهم ونظره لهم هيتابعهم خلال الفتره اللي جايه، ممكن يستعين بهم في مباراه النايكر، بعد كده ممكن يستعين في بطوله افريقيا اللي في الكاميرون باذن الله في يونيو. دي هتبقى عندنا احنا مباريات في التوقيت ده، لكن الاولويه للمنتخب طبعا زي ما احنا متفقين. صحيح. مفيش اي يعني الحمد لله بتسود العلاقه والحب وال اكيد، وسواء مع جيلي او مع هاني رمزي او مع الجهاز كله بالكامل. اكيد اكيد ده شيء طيب وشيء كويس يعني. اكيد. كابتن شوقي، كنت عايز اسال حضرتك برضو عن قرار انضمام رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون الانجليزي للمنتخب الاولمبي، هل القرار ده جه في الساعات الاخيره ولا كان في دراسه للقرار ده من البدايه؟ لا انا حضرتك انا الحمد لله ما فيش اي حاجه في الساعات الاخيره، اي حاجه لازم كلها مترتيب وكلها نظام وكون مدروسه وكون طول عمري في شغل كده. بالنسبه لرمضان صبحي كنا بنتكلم الاول في مباراتين الامارات انه ممكن يجي يلعب معايا، وكان في اتفاق، بس احنا ما بنعملش اتفاقات معلنة خالص، ان حسب حالته الطبيه في النادي، حسب حالته الطبيه في النادي بتسمح ان احنا نقدر نستدعي. لما جينا في المباراه الثانيه كان في اتصال مع مستر اجيلي وهو برضه ان احنا نشوف الوضع ايه، طالما مش هيبقى مع الفريق الاول احنا نقدر ناخده ونجهزه. كان في اتصال مع الاداره الفنيه في النادي بتاعه، وكان الاتفاق انه له برنامج للتدريب وبرنامج للمشاركات، لو شفت رمضان لعب في المباراه الاولى 75 دقيقه صحيح، ولعب في المباراه الثانيه 85 دقيقه صحيح، يعني في تدرج في المشاركه. الحمد لله ظهر رمضان كويس جدا جدا. رمضان اصلا عنده يعني حاجه كده رباني، يعني من بتاعتنا ناس بتحبه، هو كمان يعني ما تحسيش بيه في المعسكر خالص، تحسي ان هو قائد مع الفريق، تحسي تعليمات بتصدر مننا لا بتنفذ، كان برنامج اذا كان اي حاجه اللعيبه كلها بتحبه ومتلميه حواليه صحيح. وكان يعني عايز اقول ان لو تشوفي رمضان في المعسكر اللي فات ما تقوليش ان اللاعب ده، خليني اكون صريح معك يعني، هو لسه ما كملش 20 سنه ولا عنده 20 سنه صحيح، لعب كاس عالم ووصل لعب في افريقيا وطلع تاني افريقيا في المنتخب وشارك مع النادي الاهلي في بطولات كثيره صحيح، بيلعب بره في انجلترا في الدوري رقم واحد في العالم صحيح. بس للاسف يا كابتن شوقي يعني احنا ما بنشوفش رمضان صبحي بيشارك مع فريق هدرسفيلد تاون في الدوري الانجليزي، هل ده يمكن سبب عدم انضمامه للمنتخب الوطني الاول؟ لا، هي الاصابه هي سبب عدم انضمامه، لانك انت لو جيتي قلتي ان عدم انضمامه وعدم اللعب في لعيبه كتير ما بتلعبش ما بتشاركش بصفه مستمره وبتنضم للمنتخب. فلما هنشيل حته ان هو ما بيلعبش بصفه مستمره، لكن خليني اقول لحضرتك اذا كان رمضان لو انا بقول لك الاصابه وده انا شيء متاكد منه، لو في حد بيقول لا ده ما بيشاركش وكده، طب رمضان كان قدامه الطريق انه يروح اكتر من دوري في اوروبا مع انديه اقل بكتير ويشارك. يعني خلينا اقول ان رمضان لما جه ياخد الخطوه الاحترافيه خطى الخطوه الاولى بتاعته في الدوري الاول في العالم صحيح. يعني خلينا اقول ايه، ان كان من الممكن يتنقل يطلع الاول يروح بلجيكا وبعد بلجيكا يروح ثلاثة اليونان وبعد اليونان يروح مش عارف فين وبعدين يروح ثاني بقى في الاخر خالص يروح انجلترا، لكن هو بدا من يعني بدا من حيث ينتهي الاخرون. يعني من عليك ايوه انت جبت الخلاصه اللي انا هقدر اقولها، هي الكلمه دي صح، من بعد ايه هي دي اللي انت قلتيها، هي اللي هي نقدر نقول ان هي دي فعلا اللي واضح يا كابتن شوقي ان حضرتك مؤيد جدا لقرار رمضان صبحي ان هو يفضل في النادي بتاعه حتى لو مش بيشارك. طبعا مؤيد طبعا جدا لقراره ده. طبعا مؤيد جدا وسعيد جدا، ورمضان في النادي بتاعه ده
يعني خلينا نقيم رمضان اللي عنده 20 سنه. صحيح. احنا ولسه العمر قدامه ان شاء الله وهو موهبه كبيره. صحيح. ان رمضان بقى خلاص ده على يعني وصل بقى لسن هيبطل لا، رمضان عنده 20 سنه يعني، واللي حصل معاه لو كان حصل مع لعيب تاني بيتهيألي كان بطل كوره. انا كلمت بصراحه يعني انه يلعب كاس عالم وانه يلعب بطوله افريقيا وانه ياخد مع الاهلي بطولات وانه يلعب في الدوري الانجليزي، كل ده هو اقل من 20 سنه بيتهيألي شيء صعب في الكوره. او خليني اقول لك بصراحه بقى، ما حصلتش مع لاعب مصري نهائي خالص. صحيح. يعني هو يمكن اول لاعب مصري يعني يبقى بالحجم الانجازات دي كلها في السن الصغير ده. صحيح. طيب كنت عايز اسال حضرتك برضو، احنا عندنا اكيد مشكله اكيد حضرتك شايفها في خط الهجوم في منتخبنا الوطني الاول، لكن المنتخب الاولمبي طبعا عنده صلاح محسن، عنده طاهر محمد طاهر، عنده مصطفى محمد، عنده وفره في المهاجمين. المهاجمين دول هيروحوا للمنتخب الاول ان شاء الله عشان يقدروا يدعموا المركز ده ويستفيد بيه المنتخب الاول. طبعا. ما هو لو انت شفتي هو اختيارات مصريين كان صلاح محسن وكان طاهر محمد طاهر باذن الله يبقى في رمضان باذن الله في من الناس بقى اللي بتلعب كلها في الجزء الامامي، محمد محمود صحيح. موجود في نصر منسي، في مصطفى محمد، في نصر ماهر، في مجموعه كبيره يعني في مجموعه كبيره اللي بتلعب في الجزء الامامي كلها. الجزء دول كلهم بيلعبوا في الدوري المصري صحيح، بيدخلوا الدوري المصري وهو عينه عليهم ولو الاختيار فيهم يعني. يعني انا شايف دول حوالي 6 أو 7 لعيبه هو خد منهم 4 ولا 5 لعيبه. لا لو انت طلعت كل اختياراته في الخط الامامي يعني صحيح. كل اختياراته من المنتخب الاولمبي صحيح، اذا كان في خط الهجوم كان محمد محمود او اذا كان طائر او اذا كان صلاح محسن او اذا كان الفكر في رمضان وناصر مال او الفكر وناصر او اي حد من الناس الثانيه او محمد صادق، فكل دول بيلعبوا في الجزء الامامي يعني اللي هم لعيب وسط ملعب مهاجمين ومهاجمين اصلا. وده اللي كمان هو بيفكر فيهم مع تدعيم فرقته خلال المرحله اللي جايه. هو عنده ذخيره بتاع المنتخب الاولمبي اللي هيقدر يستخدمه. ده عشان كده انا قلت باذن الله احنا ننتظر في كاس عالم باذن الله 2022 يا رب باذن الله مصر تكون موجوده. هتلاقي 75% من المنتخب الاولمبي كلهم عناصر اساسيه او عناصر صحيح. متواجده. صحيح يا كابتن شوقي. حضرتك دلوقتي اللي بتعد لمنتخب المونديال القادم مونديال 2022؟ يعني خلينا اقول ان محطه الاداره الاولمبيه اللي هي 2020 في طوكيو وتصفيات المؤهله في مصر باذن الله وصلنا هناك، هي اللي هتدعم اللعيبه دي ان مستر اجيري يكون عينه عليهم خلال صحيح السنتين بقى اللي هي من 2020 ل 2022 اللي يقدروا يبقوا كلهم متواجدين في المنتخب الاول. صحيح. شهر يناير وشهر فبراير اللي جايين في تجمعات للعيبه المنتخب الاولمبي، لكن مواليد 97 او بيلعبوا في دوري 97 مش اللي بيلعبوا في الدوري الممتاز طبعا عشان توقفات، ما فيش توقفات دوليه تاني ولا طبعا اللعيبه المحترفه. اكيد يعني بصي صعب ان احنا نقعد شهرين او 3 شهور من غير ما اللعيبه تكمل. انا كان عندي اقتراح ويمكن كلمت فيه المهندس هاني ابو ريده وكلمت في الكرم ان انا خلال الشهر ده ان شاء الله حتى كل 15 يوم اجمع اللعيبه لمده 24 ساعه. يعني الوقت اللي ما بقاش فيه تمرينات او وقت يكون فيه معاد مباريات بتفاصل الزمن بين المباريات والمباريات في الدوري اجيب اللعيبه اللي كانت موجوده معايا في اخر معسكر نقدر نعمل لهم حوالي يعني 24 يعني يوم واحد يتمرنوا معانا وثاني يوم يتمرنوا ويمشوا يروحوا انديه. بالنسبه للعيبه الثانيه اللي هي مواليد 97 او لعيبه الدرجه الاولى هيكون باذن الله اخر مباريات مواليد 97 هتبقى يوم 5 يناير. ومباريات الدرجه الاولى في يناير هيبقى في ايقاف بين الدور الاول والدور الثاني. اللاعبين المميزين في الثلاث مجموعات في الدرجه الاولى واللعيبه بتوع 97 المميزين في انديتهم والمميزين في انديتهم ده انا بعدين بقولها هتبقى من اختيار مدربينهم مش من اختيارنا احنا. يعني المدربين بتوعهم هم اللي يرشحوهم هنجيبهم ونعمل لهم برضو معسكر كامل كده عدد ايام قليله ونلعب فيه مباريات محليه او نلعب فيه مباريات بينهم وبين بعض او مع فرق من انديه الدوري ونبدا نحط تمرينه لان لاحظي ان احنا لغايه شهر 3
من الممكن ان احنا نلاقي لعيبه افضل من اللعيبه اللي بتلعب. صحيح يعني صحيح. ما هو لازم برضه تدي الرؤيه لكل الناس. اكيد. وده حقنا ان احنا بنشتغل عشان نشوف الناس دي كلها. صحيح. اتمنى باذن الله ان احنا نقدر نحط ايدينا على عناصر ثانيه ممتازه تنضم للفريق او من الدرجه الاولى تيجي تنضم للمنتخب، وممكن من المنتخب تتنقل لانديه في الدوري، يبقى ده حاجه كويسه. صحيح. كل التوفيق ليك كابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الاولمبي، كل سنه وحضرتك طيب، منورنا دايما في قناه النادي الاهلي. نرجع مره ثانيه ونكمل معاكم اخبارنا واخبار محترفينا في الخارج. والشروق كمان قالت النهارده ان محمد النني لاعب المنتخب الوطني ونادي ارسنال الانجليزي قرب من الرحيل عن صفوف الجانرز خلال الفتره اللي جايه، الا ان وجهته المقبله ستكون داخل أروقة البريمير ليج. أشارت كمان صحيفة ميرل البريطانية إن إدارة أرسنال فتحت الباب قصاد رحيل اللاعب في يناير اللي جاي بعد استبعاده من حسابات المدرب الأسباني أوناي أمري. وأفادت كمان التقارير الصحفية البريطانية إن نادي أرسنال الإنجليزي مستعد إن هو يتخلى عن النني مقابل 15 مليون جنيه استرليني في يناير القادم، وبيرغب مسؤولي أرسنال الإنجليزي إن هم يتعاقدوا مع فورنوس نجم نادي أرسنال الإنجليزي، وده اللي هيضطر الجانرز او هيخلي الجانرز مضطرين ان هم يستغنوا او يفرطوا في خدمات ايا من اللاعبين عشان يوفروا الفلوس اللازمه او البادجت اللازمه عشان الصفقه القادمه. واكدت كمان صحيفه ميرور ان نادي ليستر سيتي عنده رغبه جاده في التعاقد مع النني اللي عنده 26 سنه، وده اللي ممكن يخلي وجهه نجم المنتخب الوطني اللي جايه جوه البريمير ليج. كمان فيتو قالت ان عاد محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني الاول لفريقه قاسم باشا التركي بعد ايام من عقد قرانه بعد المشاركه في فوز المنتخب الوطني الاول على تونس بثلاث اهداف لهدفين في تصفيات كاس الامم الافريقيه. بيستعد قاسم باشا لمواجهه ملاتيا سبورت يوم 25 نوفمبر الجاري في الاسبوع الثالث او ال 13 من بطوله الدوري التركي لكره القدم. تريزيجيه سجل الهدف الاول للمنتخب في مرمى تونس خلال المباراه واللي اقيمت الجمعه اللي فاتت في ملعب برج العرب. كمان الوفد قالت ان اصدر الاتحاد الافريقي لكره القدم النهارده الثلاث قرار بايقاف الزامبي سيكازاي حكم مباراه ترجي التونسي اول اغسطس الانجوري في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، وجاء قرار الاتحاد بايقاف الحكم لتورطه في تهم فساد، ومن المقرر ان يجري الاتحاد التحقيق معاه خلال الفتره اللي جايه. وتقدم الفريق الانجولي بشكوى ضد الحكم بسبب احتسابه لركله جزاء مشكوك في صحتها لصالح فريق الترجي، كما قام بإلغاء هدف لفريق أول أغسطس كان كفيل بتأهله للمباراة النهائية. كمان سكاي نيوز قالت ان في تقارير صحفيه بتقول ان في مهاجم او ان مهاجم مانشستر يونايتد والمنتخب الانجليزي ماركوس راشفورد بات على رادار النادي الملكي من اجل سد العجز اللي بيعاني منه خط هجوم الريال من ساعه ما رحل كريستيانو رونالدو. افادت الصحيفه بان اداره ريال مدريد برئاسه تورنتو بيريز بدا ان هو يجس نبض راشفورد عشان يرتدي القميص الملكي خلال فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه. كمان قالت ان النادي الملكي بيسعى ان هو يضم نجم وسط منتخب الدنمارك وتوتنهام كريستن اريكسن خلال انتقالات يناير، ورصد النادي الملكي 90 مليون جنيه استرليني اي 100 مليون يورو للحصول على توقيع اللاعب. قال كمان المصدر ان وكلاء النادي الاسباني تواجدوا في ملعب ويمبلي يوم الاحد اللي فات واتفرجوا على مباراه المنتخب الانجليزي قصاد كرواتيا عشان يتابعوا راشفورد. صحيفة أس الأسبانية قالت إن أوضح لينال سكالوزي أو سكالوني المدرب المؤقت لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم إنه كان بيتمنى تدريب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الفترة اللي بيقود فيها التانجو، واللي طبعاً ممكن تنتهي مساء النهاردة الثلاث بمواجهة المكسيك ودياً. صرح سكالوني عن الفترة اللي تولى فيها تدريب منتخب الأرجنتين مؤقتا من سبتمبر اللي فات خلفا لخارخي سامباولي ولحد مباراة النهاردة، كنت أتمنى تدريب ميسي بكل أمانة أنا وكل من معي هنا، وكانت الأرجنتين قد فازت بهدفين نظيفين قبل ثلاث أيام في ودية أخرى قصاد المكسيك. بيعد الانتصار ده هو الثالث للأرجنتين بعد مونديال روسيا 2018 من إجمالي خمس مباريات
خاضها بعد البطولة المنتخب الأرجنتيني. سبورت 360 قالت إن لا يزال نادي ميلان متمسك بالتعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وده من أجل تدعيم وتعزيز خطه الأمامي خلال المرحلة اللي جاية. ذكرت تقارير نقلا أن المدير الرياضي لميلان حصل على موافقة اللاعب البالغ من العمر 37 سنة عشان يلبس تيشيرت الفريق مرة تانية بعدما لعب للروزناري في الفترة من 2010 ل 2012. أوضحت الصحيفة الأسبانية كمان أن عودة إبراهيموفيتش للميلان هتكون لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة من ناديه الأمريكي. مشاهدينا تابعنا معاكم دلوقتي أهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج، ودلوقتي هنروح معاكم سريعا لفقرة السوشيال ميديا. محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اللي علق على خبر نجاح العملية الجراحية اللي أجراها كابتن محمود الخطيب وكتب على الفيسبوك: الحمد لله إن شاء الله تقوم بالسلامة وترجع لنا قريب أفضل وأقوى من الأول. كمان نشرت صفحات شركة بريزنتيشن سبورتس على الانستغرام صورة الكابتن بيبو، كتبت مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس برئاسة الأستاذ محمد كامل والمدير التنفيذي عمرو وهبي والعاملين بالشركة بيتمنوا الشفاء العاجل لكابتن محمود الخطيب رئيس المجلس الإدارة مجلس إدارة النادي الأهلي وواحد من رموز الكرة المصرية عبر التاريخ، داعين له بالشفاء العاجل وأن يعود سالما معافى بإذن الله. كمان نشر عمرو السولية لاعب الأهلي برضو صورة الكابتن بيبو على الانستغرام وكتب الدعاء: اللهم رب الناس اذهب البأس واشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفائك، شفاء لا يغادر سقما. كمان نشرت الصفحة الرسمية لنادي وادي دجلة على تويتر صورة كابتن محمود الخطيب وكتبت مجلس إدارة نادي وادي دجلة والأجهزة الفنية والإدارية بيتمنوا الشفاء العاجل لكابتن محمود الخطيب واحد من رموز الكرة المصرية وأسطورتها ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، داعين المولى أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل. كمان كتبت الصفحة الرسمية لشركة استادات على تويتر: شركة استادات تتمنى الشفاء العاجل لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، داعين المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل وأن يعود إلى أرض الوطن سالما معافى. كمان كتب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخبنا الوطني على تويتر: ألف سلامة على كابتن محمود الخطيب، أتمنى ليه الشفاء العاجل إن شاء الله. نشر كابتن زكريا ناصف صورة لكابتن محمود الخطيب على تويتر وكتب: الحمد لله على سلامتك يا بيبو، يا رب أدعوك بالشفاء لمرضانا. كمان نشر كابتن فكري صالح صورة مع كابتن بيبو على تويتر وكتب: يا حنان يا منان أنت الشافي العافي وأنت أرحم الراحمين. وأرياد شيتوس نشر برضو صورة لكابتن بيبو على إنستغرام وكتب: سلامتك يا أسطورة الكورة المصرية. حسين الشحات لاعب العين الإماراتي ومنتخبنا الوطني كتب على تويتر: ألف سلام عليك يا كابتن محمود الخطيب، ربنا يقومك بالسلامة إن شاء الله وأتمنى الشفاء العاجل بإذن الله. كتب السيناريست محمد العدل على تويتر: نؤمن إن الله سيردك إلينا سالما معافى بإذنه ومشيئته، جماهيرك ومحبيك في انتظارك، خد بالك من صحتك بقى. طبعا النهاردة الأمة الإسلامية أكيد كلها بتحتفل بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكتب أستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على صفحته على تويتر: الخلق العظيم، عنوان العفو، رمز الرحمة، إمام المرسلين، أعظم الخالدين صلى الله عليه وسلم، أعاد الله علينا ذكرى مولده ونحن جميعا بكل خير. نشر أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني صورة على الانستغرام من مستشفى بعد ما تعرض طبعا الإصابة وكتب: لحظات صعبة ولكني سأستمر في التقدم للأمام، شكرا على رسائلكم جميعا، يا رب إن شاء الله تقوم بالسلامة. كمان نشر الاسباني ديفيد سيلفا لاعب المانشستر سيتي صوره على تويتر من المباراه الاخيره للماتادور قدام البوسنه الوديه واللي بتعتبر اخر مباراه لي مع المنتخب بعد اعلان واعتزاله اللعب الدولي، وكتب: شكرا جزيلا للاتحاد الاسباني لكره القدم على تقديم اليوم امام جماهير، اتمنى ليكم المزيد من النجاح في المستقبل القريب. كمان نشر السويسري شيردون شاكيري لاعب ليفربول الانجليزي صوره على تويتر من مباراه منتخب بلاده الاخيره مع بلجيكا في دوري الامم الاوروبيه والانتهاء بفوز سويسرا 5-2 وتاهلهم للمربع الذهبي. كتب شاكيري: المربع الذهبي، ها نحن قادمون، فخور بهذا الفريق.
كمان نشر ديفيد فيا لاعب نيويورك سيتي على تويتر صوره لي وكتب: بعد اخذ بضعه ايام للتفكير اردت الاعتذار لجميع المشجعين لعدم تحقيق هدفنا هذا الموسم، واود ان اشكركم على الدعم غير المشروط الذي قدمتموه لنا. لقد كنتم مره اخرى حجر الزاويه في نادينا. كمان نشرت صفحة يلا كورة على تويتر صورة لطفل من مشجعين ريفر بلايت الأرجنتيني وكتبت: انتشرت صورة للطفل رينزو 6 سنين مشجع ريفر بلايت وهو بيعرض ألعابه للبيع لجمع ثمن تذكرة لحضور نهائي كوبا ليبرتادوريس أمام بوكا جونيورز في الموني مونتل. رابطة مشجعي الريفر علمت بالأمر فقامت بتوفير التذكرتين للمباراة لي ولوالدته وتحملت تكاليف سفرهم من مدينة أنتريبياس لبوينس آيرس. كمان نشرت صفحة 433 على الانستغرام فيديو علقت: هل ترى أنه يجب إعادة ضربة الجزاء تلك؟ تعالوا نشوف الضربة دي، ضربة الجزاء دي، بنرجع تاني. نشر باو بوجبا لاعب المان يونايتد صورة على الانستغرام ومعاه شامبوندي ده اثناء ان هو كان بيقضي اجازة ليه في دبي وكتب: ابتسم للكاميرا. المدير الفني لنادي ارسنال اوناي اميري احتفل بيوم الطفولة العالمي واللي بيوافق النهارده يوم 20 نوفمبر وكتب على تويتر: يوم طفولة سعيد، جميع الاطفال تستحق تعليم جيد، صحة جيدة والكثير من الحب. مشاهدينا دلوقتي معادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا ونستقبل ضيفنا النهاردة أستاذ خالد عامر الناقد الرياضي والصحفي في موقع جريدة عاص الأسبانية. رجعنا مره تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا في الكلام في الميديا، وبينضم لنا دلوقتي في الاستوديو منورنا استاذ خالد عامر الناقد الرياضي والصحفي في موقع جريده اس الاسبانيه. منورنا مره تانية. مساء الفل، ايه الاخبار؟ كله حلو الحمد لله. تمام، كله جميل الحمد لله. كنا عندنا حاجات كتير قوي النهارده نتكلم عنها، واهمها اكيد لقاء الوصل الاماراتي يوم الخميس اللي جاي في دور 16 من البطوله العربيه. لقاء الذهاب انتهى هنا على برج العرب 2-2. اللقاء اللي جاي شايفه ازاي؟ لا هيبقى لقاء صعب، هيبقى لقاء صعب نفسيا على اللعيبه، هيبقى لقاء صعب على باتريس كارترون في ادارته، مستر باتريس كارترون طبعا المدير الفني للنادي الاهلي. هيبقى لقاء صعب عشان الغيابات اللي موجوده في صفوف الفريق في الفتره اللي فاتت. اصابات واستبعادات فنيه، يعني في لعيبه مستبعده فنيا وفي لعيبه مصابه. اللعيبه المصابه هم تقريبا القوام الاساسي بتاع الفريق. محمد هاني، عمرو السوليه، احمد فتحي، علي معلول، وليد ازارو، جونيور اجاي، ميدو جابر، عدد كبير جدا من اللعيبه اللي هم اللي الفرقه بتقوم عليهم. صحيح. كل دولت مستبعدين. عندك مشكله تانية في الباك اليمين تحديدا. احمد فتحي ومحمد هاني الاثنين مش موجودين. باتريس كالترون بيبدا يفكر في هيعتمد على كريم نيدفيد. صحيح. هيعتمد على اكرم توفيق اللي هم اصلا ده مش مركزهم. حقيقي. محدش يعرف انه كريم نيدفيد كان في صفوف الشباب والناشئين كان بيلعب باك يمين. وبعدين مع تعاقب المديرين الفنيين بدا يلعب وسط ملعب شويه. وبعدين لعب وينج، بس هو اصلا كان باك يمين زمان بس بقاله كتير ما بيلعبهاش. فان هو يرجع يلعب تاني باك يمين بعد كل السنين ديت هتبقى صعبه عليه. اكرم توفيق كذلك. ان انت نلعب مدافع مثلا محمود الجزار، احمد علاء، نلعبهم في المركز دوت، مركز جديد تماما عليهم ما خدوش قبل كده. لا الماتش هيبقى مرهق جدا بالنسبه لكارتيرون في ادارته، ومرهق جدا بالنسبه للعيبه في التعامل مع المباراه نفسيا وعلى ارض الملعب. الفرقه الوصل فرقه محترمه، احنا شفناها في ماتش الذهاب اللي هو اللي كان هنا في مصر، كانت فرقه محترمه. في فرق خبرات كبير جدا ما بين الاهلي وما بين الوصل، بتصب طبعا في مصلحه الاهلي، في اسم الاهلي اكبر بكتير من الوصل. طبعا اشقائنا وبنحترمهم جدا، بس في خبرات كتير لصالح الاهلي، بس احنا ما شفناش فرق الخبرات دوت في الملعب هنا، واكيد مش هنشوفه هناك نظرا للظروف اللي احنا بنتكلم عليها. فهو لا هيبقى ماتش صعب جدا.
هل من وجهه نظرك شايف ان لعيبه النادي الاهلي محتاجه شحن نفسي، خصوصا طبعا بعد خساره لقب دوري ابطال افريقيا والضغط الكبير قوي اللي اتحط عليهم وخيبه الامل اللي حصلت لجمهور النادي الاهلي وغضبهم الشديد، شايف ان يعني اللعيبه لسه متاثرين بهذه الهزيمه اللي طبعا كان عليها امال كبير جدا طبعاً ان احنا نحصد في البطوله دي لقب التاسع الغايب عننا؟ بصي احنا في الاول وفي الاخر احنا بشر. لعيبه الاهلي مهما كانت خبراتهم كبيره، مهما خدوا بطولات، لعبوا في بطولات كبيره، لعبوا في بطولات قاريه، عملوا اي حاجه، في الاول وفي الاخر بشر. أكيد. هزيمه زي هزيمه الترجي في استاد رادس، احنا ما لعبناش كوره قوي يعني، ما ظهرناش بالمنظر اللي احنا كنا المفروض نظهر بيه. طبعا هتأثر عليهم نفسيا جدا كمان في الماتش اللي جاي، خاصة ان جمهور الاهلي كان بيعشم نفسه انه لسه في الدوري طبعا وفي الكاس وفي البطولات، بس احنا جمهور الاهلي مش متعود على ان احنا بس بننافس على البطولات المحلية. احنا دايما بنبص لابعد من كده، وكنا دايما كجماهير اهلي باصين لبطولة افريقيا على اساس ان هي الكريزه اللي هنتوج بيها الموسم، صحيح هي البوابه بتاعتنا ان احنا نروح لكاس العالم للانديه. فراح كاس العالم للانديه وراحت بطولة افريقيا، ما فاضلناش غير البطوله دي اللي نركز فيها. فلازم نركز فيها جدا، ولازم لا غنى عن الفوز فيها، نخرج من الماتش بنتيجه واداء يرجعوا ثقه الجمهور مره اخرى. كل العوامل دي ما بتصبش في مصلحه اللاعبين، كل العوامل دي ان كانت هتعمل حاجه في الماتش فهي هتعمل عامل سلبي نفسي على اللعيبه وعلى الجهاز الفني، لان هم حاسين بخطوره الموقف. سمعنا اخبار كتير جدا بتقول انه المباراه قد تكون المباراه الاخيره لباتريس كارترون اذا ما حدثت اي نتيجه اخرى غير الفوز والتاهل. دي مجرد اجتهادات. بس لما المدير الفني يخش اللقاء وهو حاطط الاجتهادات دي في دماغه، ده عبء نفسي. أكيد. لما اللعيبه تخش اللقاء وهم حاطين في دماغهم ماتش الترجي والهزيمه والخروج والكلام اللي على السوشيال ميديا طوال الاسبوع الماضي، ده عبء نفسي. أكيد. فهتاثر عليهم، اكيد هتاثر عليهم. بس انا في الاول وفي الاخر دايما بقولها الكلمه اللي دايما بقولها، انا دايما براهن على اسم الاهلي. ممكن اللعيبه خبرتها قليله، بس انا دايما براهن على اسم الاهلي. اللعيبه دي بتلعب في النادي الاهلي وعارفه كويس قوي قدر وقيمه النادي الاهلي. أكيد. في افريقيا وفي الوطن العربي. أكيد. فلما هيلعبوا من المنطلق ده. كارترون قال النهارده ان استعداداته لمباراه الوصل فعلا ابتدت، وان هو فعلا اتفرج على 10 شرايط للوصل الاماراتي في لقاءاته الاخيره في الدوري الاماراتي، وقال كمان رجع واتفرج مره ثانيه على لقاء النادي الاهلي والوصل الاماراتي اللي اقيم هنا على استاد برج العرب وانتهى بهدفين لكل فريق. انا دايما يعني شايف الموضوع الفيديو ده مش هو المحك الحقيقي للحكم على الفرق. صحيح. لانه في الاول وفي الاخر هو كباتريس كارترون هو اوريدي لاعب الوصل في الملعب، شاف العناصر المؤثره بتاعتهم وشاف مين فيهم نقط الضعف. عندهم ثلاث لعيبه سوبر برازيليين. بالظبط. فهو طبعا ان هو يتفرج على المباريات الاخيره ليه في الدوري دي حاجه كويسه جدا، عشان ياخد فكره اوسع شويه واعمق شويه عن الفريق وعن مواطن خطورته وكل التفاصيل الخاصه بيه. في الاول وفي الاخر زي ما بنقول هو لاعب الوصل قبل كده، شاف اللعيبه بتاعه الوصل في الملعب عامله ازاي، واعتقد ان هو هيبدا يتعلم من الدروس اللي حصلت له في الماتشات اللي فاتت. انا عايز اتكلم عن نقطه مهمه جدا في في في, في مساله الدروس دي. اعتقد ان كارتيرون مش هيغلط نفس الغلطه اللي غلطها في مباراتي الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري في بطوله افريقيا. الاخطاء مش قيمه الاهلي ابدا ولا قدر الفريق في افريقيا ان هو يلعب دفاع منطقه 90 دقيقه، ان هو يبقى مهتم بس ان هو ما يخشش فيه جون على حساب ان هو يلعب كوره. معتمد يمكن على نتيجة ده كان فكره، ممكن ده يكون فكره عشان معتمد فعلا على نتيجه الذهاب. يعني بالزبط. انا كده كده ضامن من هنا، انا معايا 3 اهداف 3-1، انا هنا كسبان 3-1، ايه المشكله لما دافع هناك عشان اضمن اللقب؟ بصي انا ممكن اتفق معاكي اذا ما كنا فريق لا يملك خبرات كثيره وفريق يعني ما صدق وصل للمرحله دي. بس فريق زي الاهلي خاصه ان هو عمل نفس الخطا في او مش الخطا سوء التوفيق في الاداره او في الحكم على المباراه في ماتش وفاق سطيف
كسبان هنا 2-0، راح هناك برضو بنفس الطريقه، دفاع منطقه وبيلعب على هجمه مرتده. الحمد لله وليد سليمان سوبر، وليد سليمان قدر ان هو يجيب من هدف من واحده من الهجمات المرتده بمجهود شخصي. صحيح. بس وفاق سطيف قدر ان هو يضغطنا طول الماتش وضيع كتير جدا ودخل جونين، كان ممكن يتاهل وكان ممكن الماتش الترجي ما نوصلوش اصلا بكل اللي حصل فيه لو وفاق سطيف كان نجح ان هو يدخل جون او اتنين كمان. الخطا اللي وقع فيه قدام وفاق سطيف قرره تاني قدام الترجي، برده دفاع منطقه وبرده معتمد على نتيجه الذهاب بثلاث اهداف مقابل هدف، فرق جونين مش حاجه صعب ان هي تتعمل. ويوميها كنت هنا برده في قناه الاهلي وقلت ان فرق جونين ممكن يتعملوا، والفوز طموح مشروع بالنسبه للترجي زي ما هو هيبقى طموح صحيح مشروع بالنسبه للوسط. فاهم قصدي؟ فاتمنى انه الخطا اللي وقع فيه كارتيرون في مباراتي وفاق سطيف والترجي في بطوله افريقيا ما يكررهمش تاني قدام الوصل، ما يعتمدش على تقفيل منطقه وهجمه مرتده، لا احنا عايزين نلعب كوره، عايزين نروح على الجون، عايزين نمتع الجمهور الاول وبعدين أكيد هنجيب اجوان ان شاء الله. اكيد. طيب نروح لدبي، معانا زميلنا دلوقتي كريم احمد على التليفون مراسل قناه النادي الاهلي اللي هيطمنا عن بعثه الفريق اللي وصلت النهارده الصبح لدبي. مساء الخير عليك يا كريم. اهلا بيك يا سيما، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل ضيوفك طبعا وكل الساده المشاهدين. اهلا بيك، عايز اعرف انتوا وصلتوا الساعه كام؟ توجهتوا على طول للفندق؟ اللي حصل كان في وجبه غدا؟ امتى تدريب النهارده؟ عايز اعرف منك كل تفاصيل النهارده عامله ازاي؟ يمكن طبعا بعد انتهاء التدريب الاخير على ملعب اختار التتش اللي كان امس في الساعه صباحا، يمكن توجهت بعثه النادي الاهلي صباح اليوم في الساعه 10 الا ربع بمطار القاهره، توجهت طبعا الى دبي استعدادا لمباراه الاهلي والوصل الامارات يوم الخميس ان شاء الله بتوقيت هنا دبي 7:30 بتوقيت القاهره الساعه 5:30، تكون هذه المباراه الهامه جدا في مشوار النادي الاهلي بشكل عام وليس خاصه به كاس زايد الانديه الابطال، لكن هذه المباراه مهمه جدا لكل فريق النادي الاهلي لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جديده سعيد من جديد ان شاء الله. النادي الاهلي يروح القتاليه اللي امتاز بها شخصيه النادي الاهلي وباذن الله هذه المباراه تكون من نصيب النادي الاهلي. زي ما بقول لك يا شيما، يمكن بعد وصولنا يمكن الرحله استغرقت 3 ساعات و15 دقيقه، وصلنا بتوقيت دبي الساعه 2:30 او 2:30 هنا في طبعا مطار دبي مباشره على فندق الاقامه اللي قريب جدا من المطار، وايضا كمان قريب من نادي الوطن ملعب نادي الوطن طبعا اللي استقبل المباراه الخاصه طبعا للنادي الاهلي سواء الملعب الرئيسي او الملعب الفرعي. احنا طبعا بعد وصلنا مباشره كان في وجبه غداء سريعه جدا لان الوقت كان مضغوط، كان محدد لتدريب من مستر فاترس والكابتن محمد يوسف الساعه 7:30 يكون التدريب الاول لفريق النادي الاهلي، فالوقت كان مضغوط شويه، فيمكن اللعيبه وجبه الغداء كانت سريعه جدا مباشره في وصلنا الى الملعب الفرعي اللي بيبعد يمكن 5 دقائق أو 10 دقائق عن فندق الاقامه الخاص ببعثه النادي الاهلي. يمكن في البدايه شفنا محاضره هامه جدا من مستر فاترس كابتيرون، محاضره كان فيها اكيد يمكن احنا سامعينه ومن خلال طبعا كمان الدكتور عمرو وحيد المترجم الخاص لمستر فاترس، شايفين يمكن مستر فاترس حمس اللاعبين بشكل كبير جدا، كانت محاضره يمكن 20 دقيقه داخل الملعب منذ وصولنا، كان فيها بعض الامور الخاصه طبعا بالمرحله القادمه، تحفيز اللاعبين، التشديد على اهميه هذه المباراه واهميه المرحله القادمه، الجميع منتظر هذه المباراه وده اللي بياكد عليه مستر فاترس النادي الاهلي لابد ان يعود من جديد. كلها يمكن كانت كلام تحفيز بشكل كبير جدا للعيبه النادي الاهلي، كمان يمكن ظروف المباراه 2-2 في المباراه الاولى يمكن مخليه طبعا في صعوبه شويه لهذه المباراه، لكن اكيد زي ما احنا بنتكلم وبناكد على كل لاعبتنا الصفات الكبيره في لعيبه النادي الاهلي ان هم يستعيدوا ويبقى في تصحيح مسار سريع جدا في البطولات في المباريات، ويكون كمان الاداء المعروف عن النادي الاهلي باذن الله يكون من مباراه يوم الخميس. باكد لك كمان في هذه اللحظات الشيما يمكن بدا بالفعل تدريب بفريق النادي الاهلي بعد المحاضره، يمكن مستر مايكل دلوقتي يمكن بيقود فقره تدريبيه بدنيه بسيطه يمكن حتى الان 10 دقائق بالنسبه للفقره البدنيه، كمان هيكون في النهارده بعض الجمل التكتيكيه، النهارده هو التدريب الاول للنادي الاهلي لكن هيكون تدريب هام، هيبقى في جرعات تدريبيه مهمه جدا، هيكون في تكتيك بالنسبه للمباراه، النهارده هيحاول ان هو يعمل التشكيل او التكتيك اللي ممكن يخوض بيه مستر فاترس في كابتيرون مباراه النادي الاهلي والوصل الاماراتي. ايضا كمان لو بنتكلم في امور فنيه على خط الجانب الايمن او الظهير الايمن اللي يمكن الناس بتتكلم ان في ازمه كبيره في الظهير الايمن بغياب احمد فتحي ومحمد هاني، تاكد لك ان يمكن جاهزيه اكرم توفيق اللي ظهر بشكل مميز في المنتخب الاولمبي وايضا كمان كريم نزبد اللي ظهر ايضا بشكل مميز في المباراه في تونس الاخيره يمكن بتعطي دفعه كبيره بتخلي الجهاز الفني يبقى فيه ثقه ان شاء الله ان هو اي واحد من الاثنين يكون متواجد في الجبهه اليمين ان شاء الله يكون موفق في مباراه يوم الخميس اللي بناكد عليها شيء من مباراه غايه في الاهميه لفريق النادي الاهلي وباذن الله ان شاء الله هذه المباراه تكون. هل في تواجد للجاليه المصريه لمشجعين النادي الاهلي موجوده دلوقتي عندك في التدريب؟
يمكن حتى هذه اللحظه في بعض الاشخاص، يمكن نقدر نقول 5 أو 7 أفراد بس متواجدين حتى هذه اللحظه في التدريب، لكن باكد لك ان يمكن في اقبال كبير جدا على التذاكر الخاصه بمباراه الاهلي والوصل الاماراتي، يمكن محدد كما نحن نعلم طبعا 2300 مقعد يكون للجاليه المصريه 25% من سعه الاستاد، لكن من الواضح ان في اقبال كبير جدا على هذه المباراه من الجاليه المصريه والجمهور ايضا المصري، فمن المتوقع ان يكون العدد بازدياد، يعني ممكن يكون العدد خلال غدا، ممكن يكون في قرار يصدر كمان ان يبقى فيه 3500 كرسي او 4000 كمان، لان سعه الاستاد 10000 مش استاد كبير شويه بالنسبه لهذه المباراه، لكن حتى هذه اللحظه عدد قليل جدا من الجاليه المصريه، لكن غدا التدريب الاساسي لفريق النادي الاهلي على ملعب الوصل هيكون فيه ايضا كمان حضور مكثف للجاليه المصريه اللي بتساند النادي الاهلي بشكل عام. يا شيما الامور الحمد لله مطمئنه حتى هذه اللحظه بالنسبه للنادي الاهلي، بنتمنى ما يبقاش فيه اصابات، بنتمنى التدريب النهارده يخرج بشكل يمكن مميز ويستفيد بالنادي الاهلي بجرعه تدريبيه دون اي اصابات نظرا للاصابات الكبيره جدا اللي بتضرب بفريق النادي الاهلي. بالنسبه لبرنامج بكره امتى هيكون التدريب ان شاء الله؟ غدا طبعا، يمكن حتى هذه اللحظه لم يتحدد التدريب بالنسبه للغد، لكن من المؤكد ان يكون في نفس موعد المباراه وهي طبعا 7:30 هنا بتوقيت دبي، 5:30 بتوقيت على نفس الملعب اللي هيقام عليه لقاء يوم الخميس باذن الله. بالظبط بالظبط، هيكون على الملعب الرئيسي ملعب نادي زعبيل، هيكون التدريب الرئيسي غدا لفريق النادي الاهلي. اكيد طبعا هيكون في بكره وسائل الاعلام هتكون متواجده كالمعتاد، طبعا بيبقى في بعض التوقيت لوسائل الاعلام بيكون في سامح اليوم، طبعا بيكون في مؤتمر صحفي ايضا كمان غدا لمستر باتريك كارتيرونا المدير الفني وقائد فريق النادي الاهلي كابتن حسام عاشور، اكيد المؤتمر الصحفي هيكون في الساعه 6:30 يسبق التدريب بساعه، لكن بقول لك وبطمنك وبطمن جمهور النادي الاهلي حتى هذه اللحظه الاجواء مميزه، يمكن نادي الوصل بنشكره طبعا على الاسترحاب وحسن الضيافه الكبير طبعا المعروف عن شعب الامارات، الحقيقه يمكن من منذ وصولنا الى مطار دبي مجلس اداره نادي الوصل بالكامل كان متواجد في استقبال النادي الاهلي بجانب مندوب طبعا من السفاره المصريه، يعني الحمد لله شيء حتى هذه اللحظه الامور باذن الله تصب في مصلحه النادي الاهلي يوم الخميس باذن الله. شكرا لك كريم احمد زميلنا مراسل قناه النادي الاهلي من دبي المرافق دلوقتي لبعثه النادي الاهلي استعدادا طبعا للقاء الوصل الاماراتي يوم الخميس القادم. طيب نرجع مره ثانيه وعايز اسالك بقى عن باتريس كارتيرون وتقييمك ايه لباتريس كارتيرون خلال طبعا قيادته للنادي الاهلي في الفتره السابقه؟ انا تقييمي مش هيختلف في باتريس كارتيرون، مدير فني كويس جدا، مدير فني عارف امكانياته كويس وبيعرف يتعامل معاها، اهم ميزه فيه ان هو ما بيشتكيش، معاه لعيبه في اصابات في غيابات بيدور على حلول بيلاقي حل وبيلعب بيه، احيانا بيخون التوفيق فيها احيانا الموضوع، بس هو انا عذره جدا لحد يعني دلوقتي، يعني دايما ما بيخلقش اعذار، ما بيطلعش يرمي المشكله على حد غيره. دي ميزته. انا بالنسبه لي المدير الفني اللي ما بيلاقيش حجج يعلق بيها ان في شجاعه بالظبط خلاص، حتى هو لما يخسر ماتش، لما يخسر بطوله، لما يخرج من حاجه، احنا هنلتمس له العذر ان هو لا كان عنده لعيبه كتيره غايبه، لا في ضغط مش عارف ايه، لا في اصل الاتوبيس اتكسر قبل الماتش، هنحاول احنا نختلق الاعذار ليه ونديله فرصه اخرى. هو عاجبني جدا في كده، مش عاجبني احيانا ما عنده زي ما قلنا على مباراتي وفاق ستيف والترجي، عنده مشكله شويه في اداره المباراه وفي التكتيك المتبع في المباراه، بس بخلاف ده لا، يعني انا شخصيا انا معجب جدا بشخصيه باتريس كارتيرون ومعجب بالبروجرس بتاعه لحد دلوقتي. هو لما مسك، احنا خلينا برضو ما ننساش الحقائق، باتريس كارتيرون لما مسك الاهلي كان اخر مجموعته او قبل الاخير في دوري ابطال افريقيا، قدر يصعد بيه من المجموعه بظروف مستحيل على اي مدير فني ان هو يقدر يعديها، قدر يعدي بالمجموعه بالاهلي من المجموعه، قدر يوصل دور نهائي، اخطا في دور النهائي في تكتيك المباراه، اخطا في كوره بحته، بس هو في الاول وفي الاخر قدر يعدي بالاهلي من ظرف صعب جدا، ده في حد ذاته يخليني اقول عليه ان هو مدير فني كويس جدا. طيب عايزه برضو اسالك عن القرارات اللي اخذها مجلس اداره النادي الاهلي بعد الخساره للقب الافريقي الـ9 اللي كلنا كنا طبعا عندنا امل او طمعانين فيه. مجلس اداره النادي الاهلي اخذ قرارات باعاده هيكله منظومه كره القدم جوه النادي الاهلي، وكمان كابتن محمود الخطيب في كلامه قال انا كده كده كنت هعمل اعاده هيكله حتى في حاله ان احنا فزنا بدوري ابطال افريقيا. شايف اعاده الهيكله دي ازاي؟ اولا يعني بنتمنى الكابتن محمود الخطيب اتمام شفائه ويقوم بالسلامة ان شاء الله، عمل العملية امبارح الحمد لله ونجحت، نتمنى بس يتم شفائه على خير ويقوم لنا بألف سلامة.
قبل ما نتكلم في الموضوع ده خلينا الاول نطلع لفاصل وناخد ردك بعد ما نرجع من الفاصل. فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم حلقتنا في كلام في الميديا ولسه معانا استاذ خالد عامر الناقد الرياضي والصحفي في موقع جريده عسل الاسطوانيه. برحب بيك مره تانية ونرجع بقى ايه لسؤالنا. بنتكلم عن اعاده الهيكله جوه منظومه كره القدم في النادي الاهلي والقرار ده اللي جه بعد دوري ابطال افريقيا وبعد خسارتنا للاسف في دوري ابطال افريقيا. وبعديها طبعا صرح كابتن محمود الخطيب وقال ان هو كده كده كان لازم يعمل اعاده الهيكله دي من يعني سواء كنا كسبنا او خسرنا. مظبوط. احنا خلينا نقول انه اول قرار او هو مش اول قرار هو لحد دلوقتي ما فيش قرار غيره اتاخد. ودي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. هقول ليه. القرار الوحيد اللي اتاخد لحد دلوقتي هو قرار تعيين الكابتن سيد عبد الحفيظ متابع عام لملف الكوره في الاهلي. صحيح. وحل لجنه الكوره. وحل لجنه الكوره. ما هو يعني قرار سيد عبد الحفيظ الكابتن سيد عبد الحفيظ بقى. القرار ده ما فيش غيره اتاخد. في كلام عن ضم كابتن هيثم عرابي الى لجنه التعاقدات. وفي كلام عن كابتن حسام غالي وكابتن محمد فضل. قرار دولت. لا يعني دولت مش قرارات. هيثم عرابي. لا هيثم عرابي ده قرار. ده قرار بس لسه ما تنفذش رسمي. لحين دي النقطه اللي انا عايز اقولها. لحين ايه؟ لحين البت في التقارير المفصله المكلف بيها الكابتن سيد عبد الحفيظ في طبعا في متابعه كل ما له علاقه بالكوره بالملف بالتعاقدات بكل حاجه ليها علاقه بالكوره في الاهلي. وبعدين يعملوا اجتماع عشان يبتوا في القرارات الرسميه اللي هتتاخد. شايف اصلا اختيار كابتن سيد عبد الحفيظ ان هو اللي يتولى الملف ده هو ده الاختيار الانسب؟ انا شايفه افضل اختيار كابتن سيد حفيظ على درايه بكل ما هو كبير وصغير في الكوره واي حاجه بتخص النادي الاهلي. بصي انا ما عنديش مشكله انه يبقى مش على درايه. ما هو طبعا على درايه بس انا ما عنديش مشكله ان هو مش على درايه. انا عندي مشكله في الحزم. صحيح. في تطبيق اللوائح. صحيح. الشخصيه القويه اللي بتعبر عن حقيقي. شخصيه الاهلي. حقيقي. من ايام الله يرحمه ثابت البطل حتى سيد عبد الحفيظ انا ما شفتش حد زي سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكره. ده حقيقي. انا عايز اقول لك حتى بتعامله مع الاعلاميين يعني انا كان مثلا يعني هنا كابتن سيد عبد الحفيظ هو مش مدير كره ظريف ولطيف جدا وزميلنا وحبيبنا هناك مثلا هناك كان شخص مدير مختلف كرة تماما. شخص مختلف تماما. ما عرفناهش اصلا. لو خدنا بالنا من مسيره كابتن سيد عبد الحفيظ مع الاهلي هنلاقي ان هو كان ضلع رئيسي في كل الانجازات اللي الاهلي حققها. كان عضو كان مدير كوره ايام ما خدنا بطوله افريقيا 2012. صحيح. مدير كوره ايام ما خدنا 2013 مع كابتن محمد يوسف. مدير كوره مع مارتن يول بتحقيق الدوري بفارق كبير جدا عن اقرب المنافسين. الفكره في الموضوع مش فكره لعيبه مش فكره مدير فني. طبعا هي كلها منظومه. صحيح. ولكن مع اللاعبين والمنظومه والمدير الفني بيجي الطرف الاهم في الموضوع اللي هو طرف مدير الكوره او مدير الكوره كلجنه تنفيذيه للقرارات والقوانين الموضوعه في الاهلي والالتزام بالمبادئ الموضوعه من جانب مجلس الاداره على جميع اللاعبين على السواء. ده طرف مهم جدا. اللي نلاقيه بيعرف يطبق الكلام ده صح ده المفروض ما يتسابش. يعني انا كنت مستغرب اصلا ان كابتن سيد عبد الحفيظ ساب المنصب قبل كده. بس كويس ان هو مش مدير كوره بس هو يعني هيبقى مشرف على مدير الكوره وقطاع الكوره وكل الحاجات دي. الجماهير متفائله بوجوده. انا بشفق عليه جدا. انا متفائل بوجوده جدا وبشفق عليه جدا في المهمه اللي داخل عليها. الاهلي محتاج شغل كتير في الفتره اللي جايه. كتير جدا. الكلام ده مش كلامي ومش كلام الاعلاميين ده كلام الجمهور. والجمهور هو الطرف الاقوى اللي لازم نستقي منه كلامنا. لما الجمهور يقول لما مشجعين الاهلي يقولوا ان الاهلي محتاج شغل كتير يبقى الاهلي محتاج شغل كتير. أكيد. لما الجمهور يشوف انه في لاعبين لازم يجوا الاهلي في منظومه لازم تتحط في مبادئ لازم يتعمل بيها الكلام ده لازم يتحط. اكيد هيكون في تدعيمات في يناير حلق في ودن مجلس الاداره عشان لازم يتنفذ. صح. في اقرب وقت عشان يرجع الاهلي تاني. بمناسبه الكلام عن التدعيمات في يناير القادم او في الانترنت الشتويه القادمه كلام كتير قوي اشاعات كتير قوي اخبار كتير قوي ليس ليها اي اساس من الصحه حصلت في الايام اللي فاتت دي. هل شايف ان دي اخبار يعني متعمده ان هي تطلع في الوقت ده؟ لا مش متعمده بس هي اخبار مضره. ليه؟ الاهلي مثلا عايز يفاوض
خالد عامر. فخالد عامر اتشتت وبقى مشغول بمفاوضات الاهلي، مع انها لسه ما جاتش، ما فيش مفاوضات حقيقيه. صحيح. وجمهور الاهلي بقى بيحمل خالد عامر المسؤوليه كامله ان هو هيجي ينقذ الاهلي، فبقوا اللعيبه في النادي الاهلي بيتضروا نفسيا لان هم حاسين ان هم مش على قدر المسؤوليه، وان الاداره جايبه والجمهور شايف انه اللي جاي من بره ده هو أحسن. الامل والمنى وهو اللي الفارس اللي جاي على الحصان الابيض ينقذنا. بس ده موجود في كل الانديه مش في الاهلي بس. هي مضره بس ده موجود في كل الانديه، يعني في الزمالك، في الاسماعيلي، في المصري، في كل الانديه من قبل الميركاتو ما يبدا بكام اسبوع واحنا بنعرف انه الزمالك عايز يفوت كذا. خليني كمان عايز اقول لك على حاجه ثانيه، يعني اللعيبه كمان اللي بيتقال عليهم الكلام ده هم اللي بيستفيدوا اكتر. يعني عايز اقول يعني انا دلوقتي على فكره الاهلي بيكلمني، قال بيكلمني طب ما كده الزمالك وكذا 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 هيجروا وراك. انا كنت لسه عايز اقول لك ده تحديدا، ولما كنت بقول لك وده مش صحي. مش صحي في الـ في الـ في الـ السقف بتاع اللعيبه، لانه احنا بندي لعيبه اكتر كتير جدا من حجمها ومن طاقتها البشريه العاديه. فتلاقي لعيب عشان الاهلي بيفاوضه، الاسماعيلي راح يفاوضه، والمصري راح يفاوضه، والزمالك راح يفاوضه. فسعره بقى من 10 جنيه بقى 100 جنيه بقى 200 بقى 1000 بقى مليون. فده شيء مش صحي للدوري المصري. المفروض المواضيع بتاعت الميركاتو دي تحديدا تبقى تتاخد اهدى من كده، بعقلانيه اكتر من كده بكتير. مظبوط. خلال الايام اللي جايه النادي الاهلي هيلعب عدد كبير جدا من المباريات المؤجله ليه، يمكن ثلاث ايام ماتش هنعمل مزبوط. ايه؟ برضو انا زي ما بشفق على كابتن سيد عبد الحفيظ، انا بشفق على لعيبه الاهلي وعلى الجهاز الفني. حسبه سريعه جدا سريعه جدا، الزمالك اول الدوري ب 11 ماتش، لعب 11 ماتش ب 26 نقطة، فاز 8، اتعادل 2، خسر 1. الفرق اللي هي أكتر فرق لعبت في الدوري لعبت 14 ماتش، اللي هم مين؟ الإنتاج الحربي مركز 5، الجونة مركز 10، وادي دجلة مركز 11، الاتحاد السكندري مركز 12، حرس الحدود مركز 16، دولت اللي لعبوا ال 14 جولة لحد دلوقتي. الأهلي فين؟ الأهلي من 14 جولة لاعب 6 جولات ب 11 نقطة. ده طبعا حاجة يعني مش هيبقى فيه ضغط مباريات، ده هيبقى فيه طحن مباريات. بس ال 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 الوحش في الموضوع ايه؟ ان الاهلي في الست مباريات اللي فاتوا ب 11 نقطة استنفذ محاولاته. كسب 3، اتعادل 2، خسر 1، وهم نفس عدد التعادلات والهزائم بتوع الزمالك اللي هو صحيح. اول الترتيب ب 11 ماتش. لا بديل عن الفوز في كل المباريات اللي جايه. ده هيبقى مش طحن، دي مش ماتشات كؤوس بقى، ده ماتشات حياه او موت بالنسبه للاعيبه الاهلي، لانه لازم احذر لاعيبه الاهلي والجهاز الفني، الجمهور مش هيقبل بفقدان نقطه واحده في الماتشات اللي جايه. نقطه واحده بالنسبه لهم هتبقى كارثيه. صحيح. بس الاهلي قدها. الاهلي قدها. اكيد اكيد ان شاء الله. انا بشكرك جدا جدا على وجودك معانا النهارده، نورتنا كالعاده. شكرا. كلام في الميديا كان معانا النهارده استاذ خالد عامر، الناقد الرياضي والصحفي في موقع ايس الاسباني. بشكرك جدا على وجودك معانا، بشكركم جدا طبعا على حسن المتابعه، اشوفكم باذن الله بكره في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم.